بين كر وفر يواصل الجيش الوطني في محافظة صعدة خوض معاركه ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي تستميت في الدفاع عن مواقعها المتهاوية تحت وقع الضربات القوية للجيش مسنودا بطيران التحالف. خاض الجيش خلال الساعات الماضية معارك عنيفة مع الميليشيا تمكن خلالها من صد ما وصفه تسللا على مواقعه غرب مركز مديرية باقم عبر هجوم معاكس تمكن خلاله الجيش من تحرير ما تبقى من التباب البيض ومواقع أخرى محاذية لأبواب الحديد المطلة على مركز المديرية من الجهة الغربية وفقا لقائد اللواء 63 مشاه العميد ياسر مجلي. الزخم القتالي يبدو واضحا وحماس المقاتلين لا تخطئه العين في هذه الجبهة الحيوية بالنسبة لوجود الميليشيا في صعدة، فقد أسفرت معارك الساعات الأخيرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين توجت بإحكام الجيش سيطرته على المواقع التي تسلل إليها مسلحو الميليشيا. الحمد لله تصدي لزحف المركز الحوثي الذي حاول تسلل إلى مواقع الجيش الوطني، وتم تصدي لهم بعدة مواقع وتم السيطرة على عدة مواقع لهم وتم قتل منهم وأسرى. وفي محور علب أوضح العميد ياسر مجلي أن المعارك المتواصلة منذ عدة أيام أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية، إضافة إلى خسائر مادية بفعل الضربات المركزة للجيش الوطني وقوات التحالف العربي لتجمعات الإنقلابيين وتحصيناتهم. وفي جبهة كتاف تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف تقدمها الميداني صوب مركز مديرية كتاف البقع وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإنقلابية. قائد اللواء 83 مشاه العميد رداد الهاشمي أوضح بهذا الخصوص أن قوة الجيش الوطني شنت هجوماً مباغتاً على مواقع الميليشيا الحوثية المتمركزة في سلسلة التباب والمرتفعات الجبلية المطلة على الخط الأسفلتي المؤدي إلى مركز المديرية، تمكن خلاله الجيش من تحرير عدد من المواقع المهمة. الهجوم أسفر عن استعادة وادي الخراشب والنصرة ووادي الحرماء وجبل الصفراء وأم شداد وتطهير مدرسة السلام التي كانت تحتلها الميليشيا، فيما أسفرت هذه المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة في المعدات القتالية، فيما ساد الانهيار صفوف الميليشيا. تحول كبير في المواجهات العسكرية في صعدة، ففي مقابل تقدم الجيش تخسر ميليشيا الحوثي مواقع وأراض، ومعها تخسر النفوذ الذي فرضته بقوة السلاح في إطار تأمينها لهذا المعقل الذي لم يعد حصيناً.